السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم حسن السعيدي من شركة السعيدي نيكل كروم. معايا عمي عبد الحميد النهاردة، نورني من دمياط كفر سعد. إجا وتعلم النيكل كروم وأخد خامات وأخد معدة وأخد دنيته كلها كاملة. هو يتفضل مشكور يقول اللي حصل معه بما يرضي الله. تفضل عم عبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الحميد صبري من أم رزق كفر سعد. والله جينا الجماعة دول كلمتهم نت، والحمد لله بفضل الله وصلنا لهم وعلمني خطوة خطوة، واشتغلت بإيديا خطوة خطوة زي ما انتم شايفين. تسلم. نيكل حضرت النيكل بإيدك؟ ونيكل وعملت نيكل بإيدي واشتغلت بإيديا، ويكرموا وعلمونا وحاجة بصراحة زي الفل. تسلم، ربنا يبارك فيك. الله يصلح. أنت ماسك النيكل في إيدك بعد التثبيت أصفر أحمر، في مشاكل؟ أهو زي الفل، وبإيدي أنا اللي عامله كمان طبعا بعد ما الحاج حسن علمني. تسلم حبيبي. حاجة يعني والله ما شاء الله. تسلم. حاجة زي الفل، نيكل كروم حاجة محترمة، وان شاء الله بداية خير لينا، وحاجة ربنا يوفقنا يا رب. ربنا يوفقك ويرزقك يا رب ان شاء الله. الناس ديت حاجة ناس محترمة جدا. ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك ويعمل لنا يا عم. لا الله يبارك لك حبيبي، الله يبارك فيك. تسلم، هذا واجب علينا حبيبي. نورتنا واتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله. الله يخليك، انت راس محترم والله، ربنا يرزقك. ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك. تسلم، ربنا يخليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.